رجعتي شفتي ولادك؟ لي هلا 4 سنين ما شفتهم، وشي كتير صعب، وشي كتير قهر ما بعده قهر أكيد. كتير صعب لما يكون ابنك حزين من بعيد أو عم يبكي أو عنده مشكلة وأنت ما فيك تضمه، بدك تعبر كل شي بالصوت، أحيانا بالصورة وأحيانا بس بالصوت. كتير شي صعب وقاسي، والله لا يدوق عليك.